السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجي المواطن من سلطنة عمان. هل هو مرض أم اختلال؟ نحن لا نؤمن بشيء اسمه مرض. 13 سنة نحن مواصلين هذا الكفاح، وجدنا بأن ما يسمى المرض هذا شيء الكثيرين عندما يحطوا في بالهم أن أعاني من مرض فيبقى في بال أن يعني يتطلب مجهود، يتطلب رعاية صحية معينة، عقاقير طبية، اعتماد على هذا. بينما الإنسان سترونا، لماذا نؤمن بما هو اختلال أكثر من ما هو مجرد مرض؟ لا يوجد شيء اسمه مرض. نحن أيضا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بدأنا جلسات متتالية مع باحثين من أجل تغيير مسمى ما يسمى المرض، حتى هذه الأيديولوجية المفهومية هذه تتغير بتغيير شامل. المركز الوطني لمعلومات التخنية الحيوية، المكتبة الوطنية للطب، الولايات المتحدة الأمريكية، يعرف هذا المركز بمعنى المرض. التعريف الطبية لحالة المرض ناقصة أو غير كافية، ناقصة أو غير كافية. إذن هناك في ازدواجية فيما يتعلق بالتعريف. حتى الآن لا يتم التعرف على مفهوم صحيح، تعريف صحيح للمرض. لذا هذا شيء أيضا الأوهام هذه ارتأيناها بأن فعلا نحن أتينا بمفهوم كما نؤمن هو التدهور الصحي، إذا لا نقول المرض، نقول التدهور الصحي أي الاختلال. الاختلال هو التدهور الصحي، وهو اختلال في وظائف الجسم ناتج عن نقص أو استدفاض الوقود الأساسية في الجسم، مما يعيق قدرة الجسم الفطرية على الشفاء الذاتية وصيانة الذاتية والحماية الذاتية والصيانة الذاتية. هذا هو نحن أردنا يكون تعريف ذاتي شخصي لمفهوم المرض أكثر من يكون إذا نقول الاختلال أكثر من مجرد يكون المرض. لماذا؟ إذا نظرنا أي جهاز من صنيع الإنسان، سيارة، طائرة، باخرة، أولى شهذة، فهي من صنيع الإنسان، هو جهاز صنعها الإنسان. هذا الجهاز يعتمد على وقود، هذه وقود صنعها الإنسان. هذا الوقود على سبيل المثال لو أخذنا سيارة، سيارة تعتمد على بغض نظر قيمة سيارة موديل وصنف ولا شيء، فهي تعتمد من الدرجة الأولى على لماذا سيارة صنعها الإنسان. إذا تعتمد جودة السيارة أو تلك الجهاز سواء سفينة أو طائرة وكذا على وقود، هذه وقود من صنعها الإنسان. وهي بالتالي بالتحديد كما ترون أمامكم أول بأول، خلينا نمشي على أول بأول. سائل تبريد المحرك، زيت المحرك، سائل توجيه المعزز، زيت الفرامل، زيت نقل الحركة، هذه على سبيل المثال هي نسميناها تحت مسمى واحد وقود. هذه الوقود إذا كان السيارة بغض النظر حتى لو كان لامبورجيني أو برسيدس أو أي سيارة فاخرة، مهما كان لابد أن تحتاج صيانة دورية، ولابد أن تأكد من وجود هذه كمية من هذه الوقود. وإذا استنفذ أي بنت من أي واحد حتى لو كانت نوع واحد، كان نوع واحد من هذه الوقود، إذا سيارة ممكن يحصل لها ضرر كبير يعني، ولا يمكن حتى تستخدمها، لا يمكن تحركها هذه السيارة. لذا السيارة أو الجهاز صنعها الإنسان، ولذلك الوقود هي وقود اصطناعية من صنيع الإنسان. بينما أنت وأنت أخي أخ وأختي ليس من صنيع الإنسان، ليس من صنيع الإنسان. من الذي هل صنعك الإنسان؟ لذا جسم الإنسان حساس، إذا تم أي لمسة فيها أو تلاعب فيها فبالتالي يتأثر، يعني أضرار تكون جسيمة، تكون أخطر ما يكون من فوائده. لذلك أي جسم يدخل في جسم الإنسان
تعتبر أجسام غريبة، حتى الطعام الذي لم تتعود عليه يعتبر جسم غريب. لذلك أي مواد كيميائية، العوامل الخارجية اللي هي الأجسام الغريبة تدخل في جسم الإنسان تمثل خطر. لذلك كيف يكون هذه العقاقير الطبية، كيف يكون هذه المواد الكيميائية؟ لذا هذا يعتبر اللي نحن نسميه مرض، لكن هو تحديد هو اختلال وليس مرض. لذا لأن الإنسان ليس صنيع إنسان، فالإنسان مخلوق، وحين خلق مراحل نمو وتكوين واكتمال خلق الإنسان لم يكن يعتمد كل خلية أو جنين في مراحل النمو واكتمال يعني على وقود صناعية، بل وقود إلهية نسميها. هذا الوقود لا يمكن صنعها الإنسان، هذا الوقود سميناها تحت مظلة واحد، الماء، الأكسجين، الهيدروجين والطاقة، كلها هي فقط استثنائية اكتمل خلق الإنسان من خلال هذا الوقود. إذن بمجرد خلق الإنسان، خروج الطفل من رحم الأم، أول ولادة الطفل يبكي باكيا يبحث عن هذه المواد، هذه الوقود، لأنه ما يتعود 9 أشهر هو مكون داخل رحم الأم. لذا انقطع هذا الأمل، ولذلك يلزم على الطفل اكتمال هذا السائل الرباني، لأن هذه كلها المواد لم يصنعها الإنسان، لا يمكن إنسان يصنع الهواء والماء أو الطاقة أو الأكسجين أو الهيدروجين أو طاقة، فهذا معروف جدا، فهذه كلها من مخلوقات إلهية. بالتالي نعم الله تعالى على الإنسان أول ما نفخ من روحه اكتمل خلقه من خلال هذا الوقود. إذن لابد أن اكتمال مراحل الإنسان، كل مراحل عمر الإنسان، كل مراحل عمر الإنسان ولزم أن يحافظ على هذه الوقود، حتى هي نحن سميناها كوقود، يعني هذه مغذيات أساسية حفاظا على الصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية الروحية، وهي جميعها لا تتوفر إلا من الماء الساخن. الماء الساخن يغذي الماء، الأكسجين، الهيدروجين والطاقة، 4، وهي حالة استثنائية لا يمكن هذه المواد حصول عليها من أي مصدر آخر إلا من خلال الماء الساخن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو منكم الاشتراك في القناة إذا لم تشترك، وشارك القناة للآخرين، شارك تجربتك، شارك، قم بالإعجاب بالقناة، قم بالإعجاب بالفيديو، نشر حتى تكسب أيضا أجر، لأن هذه معلومات غير موجودة في التاريخ البشري. أينما تسمع مثل هذه المعلومات، نحن كرسنا حياتنا من أجلك 13 سنة إذا أنا بالصحة والعافية، بس الآن دورك ودور معارفك وأعزائك حتى يقولوا لك شكرا على هذا. بس نرجو جميع دعوتهم، الجميع انضمام إلى هذه القافلة مع تجاربكم، مع الإعجاب والاشتراك، حتى يزداد منفع هذا للأمة البشرية أجمع. لكم عزائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة. Score.